ملعب البلد 845 بخرطة، قمة الجولة العاشرة للبطولة الجهوي الثاني لكرة القدم بين الرائد نجم ساحل تزمات والملاحق المباشر شباب خرطة، المنتشي بفوز ثمين خارج القواعد في الجولة الماضية بخماسية وتأكيد الصحوة أمام فريق صعب لم يتذوق مرارة الخسارة هذا الموسم. الجماهير كانت حاضرة بقوة لمساندة كتيبة حكيم أمعوج، وصافرة التحكيم كانت صارمة، لقد وزع الصرامة بالتساوي. من تعود على الانتصارات لا يفرط النقاط الثلاثة في عقر الديار. في الكرة العبرة بالدقائق بل بالثواني وبالتركيز. النقاط الثلاثة لا تتسع إلا لفريق واحد. مطلب المدرب أمعوش الانتصار والإقناع في الأداء. بداية المباراة كانت سريعة، أثمرت بهدف مبكر من لمين بوخلو في الدقيقة الرابعة وأحسن إكرام الضيف، فيما تواصل المد الهجومي طيلة أطوار المقابلة وتضييع فرص بسبب التسرع، فيما اكتفى الضيف بالدفاع وعدم المجازفة مما سهل لفريق الشباب اللعب بارتياح وتطبيق أسلوبه المعتاد وخلق فرص مضاعفة، ليعلن الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم هدف مقابل صفر. بداية الشوط الثاني كان مغاير للشوط الأول، أين حاول الضيف الضغط والعودة بالنتيجة. اصطدم بدفاع منظم وعالي التركيز، وانحصر اللعب في وسط الميدان وطارت الهجومات المعاكسة من الجانبين. وفي الدقيقة 20 الحكم يعلن ضربة جزاء. هنا الكل ينظر والشغف يغذي صبر الانتصار ومهمة لامين بوخلو في التنفيذ والتهديف، وبصم بهدف ثاني للشباب خفف الضغط وزاد إرباك المنافس. في ظل سيطرة اللون الأحمر والمباراة توشك على النهاية، أسامة عطور يفاجئ الجميع بهدف ثالث ويضمن 3 نقاط ويشعل المنافس على اللقب الشتوي، ليعلن الحكم نهاية المقابلة بفوز الشباب بثلاثية مقابل صفر والعلامة الكاملة للروح الرياضية. بروغريس الحمد لله، جو تري بون جون تري سيريو فوالا، نقول نلعب ماتش بار ماتش، لي جوارينو خماس الثقافة ديال لا فيكتوار بروينسن سوا داينا على الاكستيريور الحمد لله سي كون ميم ابري لا فيكتوار السمانة عندنا على الاكستيريور سي زون بروفي كوم كوا اوني بارمي لي كات بروميير ميور زيكيب دو جروب بيسكو لو فات لي كلاسي بروميير سي سا بروميير ديفيت اون بليس نربح لاري لا مانيير. Je tiens à féliciter beaucoup, beaucoup, surtout mes joueurs. Ils sont donnés à fond. Pour moi, c'est le meilleur match jusqu'à maintenant. Et nous le public est là, il est là. Le public est là. On a besoin de vous. Je suis en train de faire des choses. Ils sont en train de faire des choses. Les joueurs, nous, sommes en train de faire ان شاء الله هذا غني لي زوتوريتي واحد ديك الساعه عندنا تدريب ديك خرطه دطي لنا كشوي غير ليكيبي باسكو والله راه خلا نتعاني سور بلون فينونسي فريمون اس الشيء ان ميساج ديك الساعه تدريب تاع لي زوتوريتي تهلا شوي غير ليكيبي باسكو نتعاني مليح مليح تدريب دونك ني غاتيكم الصحه ميم لو فات جو ريميسي سو تري تري بون ايكيب. السلام عليكم. ان شاء الله نكملوا الباركور هذا، نعطيهم الصحة في البليك
يعطيكم الصحه. بون شونس. الخريطه سي ان ديبلاسمون سكسيسيف بريسيدون سولوي دو سيك القصار. دونك نعلم باللي الديبلاسمون نهار الخريطه سرا ديفيسيل باسكو اون 4 جور دو ديبلاسمون افيك لي بورسويفون. Donc voilà, c'est un virage important à négocier. Le premier, on l'a bien négocié. Le deuxième, voilà, c'est le football. Malheureusement, on n'a pas su faire la part des choses dès le début de match. D'ailleurs, c'est les jeunes, peut-être c'est un petit peu la fatigue, mais on n'a pas su démarrer le match convenablement. Kharata, ils ont profité dès les premières minutes, ils étaient présents, marquant le premier but. Donc, on n'a pas su gérer l'encaissement. Donc, voilà, le match a continué. Après, on a reçu deux buts à la fin. Et c'est dû, voilà, j'ai un petit peu de la fatigue pour gérer un match comme ça. En 4 jours, donc voilà, c'est tout à fait mérité pour la part de CRP Kharata. Bonjour. Voilà. Voilà. Merci. شبان عبدالرزاق مناصر وفي لشباب خراطة. شباب خراطة مدرسة ذكر يعني مدرسة كروية عريقة عندنا لاعبين ما شاء الله. خصت حاجة يعني اللي يعاونهم يعني يخرجوا هنا من خراطة. كان الدراع القايد قلعون عندنا يعني مواهب وربي يوفقهم وان شاء الله يعني نتمنى يعاونوهم يخرجوا عندهم مستوى راه يبارك. وشباب خراطة تبقى شباب خراطة ما كان أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.